بخير البنات، كي تبعتوا صباح لاباس عليكم بخير. كلشي مزيان؟ طب شويه حيت انت فايقه. قلت علاش لا، فقت بغيت نصاوب بانكيك، وقلت علاش لا ما نصورش فيديو نساك معكم هذا الفطور هذا النهار كامل شنو غندير فيه ان شاء الله. وصافي، المهم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وما عارفين حنايا في اوروبا يلا بدات لنا لي فاكونس اليوم النهار الاول، ايوا بقيت صبح اليوم نعسه ما كاينش بزاف. شحال الساعه دابا؟ دابا 9:44، زعما صبحت نعسه، زعما ما فقتش مع 7 الصباح. المهم البنات، غنشارك معكم هذا النهار، هذا غنشارك معكم الفطور ديالي ان شاء الله، خليكم معايا. وهنا البنات بالنسبه للبانكيك كما شفتوا درت 5 ديال البيضات اللي هما صغار، حجم صغير. الا عندكم كبار ديروا غير 4. زدت عليهم سكر فاني، زدت عليهم شويه ديال الملحه، المهم قبيصه ديال الملحه، غادي نزيد عليهم كاس العنبه ديال الزيت، زيت لوسيور، نزيد عليهم كاس ديال الحليب حتى هو ديال العنبه، يعني الا بغيتي كميه كثيره زيدوا مازال الحليب، يعني على حسب الحليب هو اللي كيعطيكم شحال من كميه بغيتوا. انا هنايا درت الدوبل. غادي نزيد معلق ديال السكر، السكر البنات على حسب الذوق ديالكم نتوما الحلاوه اللي كتبغيو. انا هنايا درت 3 د المعالق ديال السكر كبار. صافي، غادي نخلط كل شيء مزيان. هنا غادي ندير الاول جوج بنانات، اللي فريمون البنان خاص يكون البنان طايب مزيان، شي حتى واخا يبان لكم كحل ماشي مشكل، حيت باش ما كان طايب مزيان باش ما كيعطي داك المذاق ديال البنان في البانكيك. الا ما كانش طايب مزيان ما كتذوقوش داك البنان زعما 100%. دابا غادي نخلط كلشي مزيان، عاد غادي نزيد عليهم الدقيق والخميره. بالنسبه للدقيق، انا هنايا درت تقريبا 12 معلقه جو بونس ولا 10، المهم غتبقاو ديروا تخلطوا ديروا تخلطوا حتى كتحسوا بداك الخليط بدا كيتقل، ولكن ما خصوش ثاني يجي ثقيل بزاف وما يجيش ثاني جاري. فوالا البنات، المهم كيما شفتو درت تقريبا 13 معلقه كبيره ديال الدقيق. الخليط كيجي على هذا الشكل، هذا شويه ثقيل وشويه خفيف. دابا غادي نزيد عليهم خميره ديال الكيك وصافي، غادي نخلط كلشي وغنبدا في الطياب ديريكتومون. هنا البنات البانكيك كيجي على هذا الشكل هذا كما شفتوا. بالنسبه للمقله غديروها غير تسخن شويه صافي، وغادي تبداو بالطياب. انا هنا استعمل جوج، تقدروا ديروا حتى ديك لا ماشين ديال اللي ديك البلا اللي كتشوي فوق منه اللحم، هذا حتى هو كينفع صراحه، غير انا ما استعملتوش. هنايا درت معكم الطريقه العاديه، المهم درتو هنا في جوج مقلات و دغيا عرفتي راه فريمون دغيا كيبدا يتحمر، خاص تردوا لي البارح حيت شي مره انا كنحرق النص ديالو ملي كنبقى مقابله التليفون. المهم هنا كيما شفتوا غادي نخلي شويه وغادي نعاود نقلبو، ملي غيبداو يبانوا لكم شويه تقيبات قلبوه ديريكتومون كيتقلب.
هنايا هو البانكيك كيفاش كيجي. عاد البنات والله الا كيجي بنين، سقط الدراري صغار وداك مذاق البنان كيجي فن. المهم هنا راه اصلا راه شوطها شويه، ولكن غادي نوريكم النتيجه النهائيه كيفاش كتجي. فريمون كيجي واعر بنفس الطريقه باش كنطيبو، باش طيب كلشي بيان سور. وهنا كتقدموه كيف ما بغيتو، بغيتو تقدمو بالعسل بالشوكولا، انا كيعجبني بالشوكولاط ولادي حتى هما كيعجبهم الشوكولاط، دونك نتوما لكم الاختيار. المهم البنات من بعد ما ساليت كلشي قلت غنخرج اليوم، توحشت نخرج شحال هادي ما خرجتش. فطرنا جمعت الدار وكلشي، دابا حسيت وليداتي غنمشي بغاو قالوا لك ماكدونالد، قلت لهم زيد نمشيو كاملين اليوم نتغدا في ماكدونالد اليوم، حيت الغدا ديال ماكدونالد غيكون خفيف دونك غنصاوب العشاء ضروري من العشاء. صافي هادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا، جو بونس غنمشي واحد المكازا بالي كاين سولت، قلت غادي نمشي نشوفها وخير ان شاء الله. بنات مشيت ماكدو، بعدا راه الدراري بداو كياكلوا وليدي انتوما. مشيت لماكدو حطيت لهم هنا كياكلوا، جيت للوكوبيدي فين كدير بنتي. المهم بحال السوايع بحال السوايع ما كان لي زاكتيفيتي وداكشي، تستغلوا الفرصه في هاد الفاكونس. جبت ماكدونالد، جيت نيشان هنا باش هكا دخل في الوقت، يعني بما تاكلوا كلشي دخل في الوقت عاد غنمشي انا للمكازان وقيلا. صافي هادشي اللي كاين. المهم حنا غناكلوا النهار باليا ما غنصاوبش الغدا. المهم البنات غتمشي غير فين بشكل الله. كنت عواله المهم كنت غنحط بنتي وغادي نمشي بالزربه للاكسيون، حيت كل مكازا اللي كنت باغا نمشي لها بلي فيها الزحام قلت خليها تغدا الصباح ان شاء الله. ايوا قلت نطرق ماما حيت ماما قريبه البلاصه اللي فيها السوايع اللي كدير فيها بنتي السوايع، ما نلقى مصوبه الغدا اخر نتعشى. كنت عواله نمشي للدار نصاوب العشاء، نبقى نصاوب العشاء لا والو. المهم غادي ناكل هنايا ان شاء الله وصافي. هادشي اللي كاين، المهم نكمل معكم هاد النهير. ماما تهلا فيها مول الدار، هو اللي صوب الغدا هاد النهار، ولا نقولوا العشاء حيت انا مغديه، حيت اصلا العشيه كانت صوب ليها ستيك بالملح. المهم سكتك ستيك في الزبده مع شويه الحب زار، لا كريم اللي كيتا هي مع لي شامبينيون سون شامبينيون اللي كيجي بنين. حتى هي راه ساهله كانت بارطاجيتها معكم ديجا. بالنسبه للملح ماما كتستعمل هاد الملحه ديال الهيمالايا في كاع الماكله، كديروا ملح وبزار في كل شيء، هادشي اللي استعملنا في كاع في العطريه. بالنسبه لاكريم ديال الشامبينيون ساهله، كديري الشامبينيون هو الاول حتى كيبدا يطيب شويه، عاد كتدخل عليه لاكريم ليكيد ملح وبزار، كتخليه فريمون على عافيه مهيله حتى كيتقال. صافي البنات هادشي اللي كاين. المهم هذا هو العشيوه ديالنا، شويه ديال السلطه اللي بات للدراري الصغار، بطاطا بالعطريه مقليه وصافي هادشي اللي كاين. اول بنت غنشارك معكم واحد الشيء الهندي، علاش كيصلح ماما؟ هذا مزيان كيسخن الجسم مزيان وكيعطيك واحد الحراره في الجسم ديالك، والمهم كيدشي مزيان في هذا الوقت في البرد، وصالح حتى بحال البنات اللي كتجيو جاع في الوقت اللي غيقل، وحتى العيرات اللي شربتو فوق تاعي كيبقي الرحيم وكلشي، وكتحسوا بواحد السخونيه في الجسم ديالكم فعلا، غادي الا شربتو غتحسوا بداك الدفء، حنيكتكم غيكونوا مزنقين. فيه القرفه وفيه حبات ديال القرنفل وفيه واحد جوج حبات ديال قرع قله وفيه اتاي ليبتون اي شيء عندكم. هذا اصلا راه فيه مخلط، فيه القرفه، فيه الحامض، فيه سكنجبير، فيه كل شيء، ولكن انا غندير غير اتاي عادي ليبتون عادي الشاي الاخضر. وكاين كديري الماء حتى كيطيب هنا في الكاسرونه، ها هو راه بدا كيطيب. غادي نزيد عليها الصاشيات ديال نزيد القرفه هي الاولى، كتاخذ شويه الوقت باش تطلق واحد جوج عواد القرفه ونخليهم يطبخوا. غنزيد واحد خمسه ولا سته الحبات ديال قرع قله، غادي نزيد شويه ديال القرنفل، المهم انا ما كنحسبش درت شي 8 ولا 10 ديال القرنفل، ونخليهم يغليو مزيان. عاد كنزيد الشاي ونزيد الحليب الحليب هذا حليب عادي فورمال حليب، وكتزيدي داك الحليب المهم
كتخلي تعاودي دابا الماء تيتغلى ويطلقوا دوك المواد، كتزيدي عليه الحليب عاوتاني تخليه يتغلى صافي، كتقدميه في براد الشاي، في براد ديال الشاي كتحلو يا اما بالعسل ولا بالسكر، كتحلو باش ما يعجبكم يا اما بالعسل يا اما بالسكر. هاد القضيه ديال الاتاي والحليب شفت نصارى فاش كنت كندوز سطاج كيديروها بزاف، اللي بطو مع الحليب كيديروها الانجليزيين بزاف. الانجليش تي البنات. هاد الشاي الهندي اللي غنصيب دابا نورمالمون راه كيكون فيه حتى سكر كبير وكيكون فيه حتى جوج طيب، انا ما غاديش نديرها حيت كتنعس بزاف. المهم راه هنايا كاين القرفه، كاين القرنفل، كاين سكنجبير، وكذا ماشي الشاي الهندي. لا هذا ماشي الشاي الهندي غير هما دوك المواد اللي غادي اللي باقي خاصيني، حيت هنا ما كايناش قرع قله، ما كاينش صافي قرع قله، القرنفل كاين. ها هو هاد الساشيه دابا بلاصه ما ندير سكنجبير، ما عنديش سكنجبير طري، غندير هاد الساشيه حيت فيها كاع القرفه، فيها القرنفل، وفيها حتى القشور ديال الليمون. غادي نزيد حتى هي مع هادو، وغادي ندير السكر. اجي هنا دابا راه زدت الحليب وغادي نزيد السكر، هو كيجي زوين مع العسل. العسل الحر اللي عندي كانت كيس عليها، اللي عندها العسل شايط موفي ديرو، كنخليه حتى كيغلى بحال هكا، كنطفي عليه كنصفي في ابريق الشاي. بسم الله. خلات غير عود القرفه في الوسط منه صافي. ها هو اتاي كيفاش كيجي؟ كيجي بحال اللون ديال القهوه، القهوه خفيفه. اتاي مع اتاي مع اللون ديال الحليب، اتاي مع الحليب. الشاي الهندي بالحليب يتكون من القرنفل والزعتر وحبة الهيل والقرفة، أعواد القرفة والشاي الأخضر والشاي المخلط اللي هو هذا، يتكون من الزنجبيل والقرفة وقشور الليمون والقرنفل. صافي غنولي نهضروا بالعربية. هضرات هذا تاي مغربي هنا، تاي هندي فيه القرفة، قرنفل، قرع قلة، وتقدروا تحليوه بالعسل. احسن حاجه هو يتحلى بالعسل، وريحته زوينه، كنشم ريحه القرفه وكيدفي وصافي. هذا ما كان هذا خصك تشربيه وتنعسي ما يضربكش البرد. البنت عتي يلا دخلت للدار حيتو دابا 49 تنشوف 49 انا دخلت للدار، وقلت قبل ما نسد معكم هاد لا فيديو نوريكم شنو خديت اكسيون. واخا صراحه كنت باغي نمشي واحد المكازا اخرى كما قلت لكم، مي ما بقاش كتاب حتى غدا ان شاء الله ونشوف، حيت هذه بخموتون زوينين وبغيت نمشي ليها. المهم ملي في الاكسيون دخلت ليها على حاجه وحده، خاصني ديك اللعبه ديال التليفون ديال الطوموبيل، دخلت جايبه حاجات بحال ديما كاينو هاد المخد. هادو البنات كبار، هادو راه 70 في 70 جو بونس اللي كان فيهم في لابارتون، نشوف لا 60 في 60 راه كبار. انا هادو خديتهم بالنسبه لبيت النعاس، هادو كانوا كيديروا 8 اورو دابا حاطينهم ب 6 اورو شي حاجه، دونك ناقصين فيهم شويه وصافي. مي بون زوينين، سيغتو اللي كيعجبك تقدي الناموسي ديالك وتحطي بزاف المخاد وداكشي كيشوف الديكور زوينين. خديت منهم جوج، وخديت هاد اللون، هذا راه ماشي غري، هذا غري طوب خفيف، داك لا كولور طوب خفيفه باش تجيني مع كلشي. كنقلب لهم على الغلاف ديالهم زعما فهاد العبار ما لقيتوش. مي بون خديت هاد المخاد هادو اللي صراحه عطيني المخاد ديال النعاس، راه ما خليت ما جربت، خديت واحدين غاليين، وكنت شفت شي واحدين اخرين في ليدل ما طاحتش مزيانين. هادو شفتو عند خويا عجبوني، هادو هما الغاليين في اكسيون كاع، حيت كيديروا 10 اورو الوحده. كاين واحد اخر كتاع 10 اورو فيها جوج، مي هادي غير وحده 10 اورو، دونك خديت منهم جوج. وهادي شفتها عند خويا يعني فريمون جربها شحال مده دابا، دونك عجبتني قلت غادي نزعم عليهم. وشنو اخر صافي خديت هادو ديال المخاد، هادشي كله تقديت هاد المره غير لبيت نعاس. هادو ديال المخاد سامبل راكم عارفين زعما داكشي رويال بياض، سيرتو الا درتي البيت الفراش كله في البيض كيجي ديما زوين كيعجبني انايا. هادو خديت عندي ديجا وعاود خديت منهم، كيديروا جوج اورو شي حاجه تقريبا 3 اورو خديت منهم، حيت ديما كتبغي تبدلي غالبا المخاد اللوراني كيديرهم في البيض، داكشي علاش خديتهم.
خديت هادو في الكري، هادو رخاص على هادو شويه حيت هادو فيهم هاد الخطوطه، ما عرفتش كيبانوا لكم ولا لا، ما خططينش شوهم. هادو سامبل في الكري، خديت هاد الغطاء هذا عجبني صراحه، كان ديال اكسيون ديال ناموسيه، ما كيعجبنيش عندهم داك الثوب في الشكل كيجي لي الصهد، مي هذا الثوب ديالو اللي جابوه هاد المره زوين، وراه ما بقاوش اصلا طيروهم الناس، كيجي على هاد الشكل. شوفوا نوريكم اش كيبان، يا فوالا كيبان بحال هكا في الكري، هذا كري بحال داك بحال الضفيرات. المهم تشوفوا الستيديو كيفاش داير بحال هكا. هذا هو اللي خديت مخاد في الكري اللي غيجي من اللور، عاد المخاد ديالو، وبيان سور غنديكوري بهادو. الا بغيتو نعطيكم شي فكره على هادشي ولا شي مره نصور لكم قولوا عليا في التعاليق. واشنو اخر، خديت هادو زوينين عندهم، ماشي اول مره كناخذهم هادو البنات، الغلاف ديال المخاد ديال ما كي باش ما يفزقوش شي حاجه تخوات لي ولا شي حاجه، ما كي يوصلش المخاد، يعني كيحبسهم، واتر ديكت نقولوا حنا واتر ديكت، زعما كيحميك من الماء ولا شي حاجه تخوات. شوف كيفاش دايرين، دايرين من الداخل هكا بلاستيك، انا هادو كنديرهم من التحت عاد كنغلف بالغلاف العادي، وحتى كيبقاو المخاد نقيين، يعني ما راكم عارفين كاين شي كاين اللي كينعس كيبقى كيسيري الريوق، هادو تخاف منهم والو، حيد هادشي صبرو ورجعوهم. وخديت هاد المخدات هادو توما البيت نعاس، راه دار الضوغي ما عرفتش كيبان لكم مزيان لا، هذا في البيض مع الضوغي، بحال مثلا كما قلت لكم درت الفراش كله بيض، ندير معاهم هذا تا هو بيض كيعجبني. وخديت هادو توما البيت نعاس، هذا فيهم هاد البريون هنا شفتو، كالانسان مره مره يبدل، واخا صراحه بيت نعاس هي مهمه مع سيرتو المراه، انا كنكون جالسه فيها بزاف كنتفرج فيها، هذه هذا كتبغي تجلس شي بلاصه، حيت البلاصه حتى البلاصه فين كتكوني جالسه كتكون نفسيه مرتاحه، مثلا الدار مجموعه راه غتجلسي فيها بخير طوب كلشي هو داك، كانت موسخه ولا الروينه ما كتكونيش مرتاحه، دونك والالوان والديكور هادشي كله راه كيلعب دور مهم بالنسبه للنفسيه ديال المراه. صافي بنات هادشي اللي كاين. المهم هذاك ديال الما بيان سور خديت منه جوج، كانوا عندي وزدت فيهم البيت الاخرين دابا لولادي حتى هما، وصافي هادشي اللي كاين البنات. المهم وكما شفتو قبل ما ندخل الدار شاركت معكم اتاي اللي فحتي دابا كنحس بواحد الصهد 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 الصهد، ما نعاودش لكم داك القرفه داكشي، هو صراحه زوين تشربيه وما تخرجيش، مي بون انا راه كبطت راسي مزيان داكشي جديت الطريق قلت انا نمشي للدار بعدا وندخل تحت المنطه. ايوا قولوا لي بعدا، قولوا لي كي جاتكم من الهضرات نصلح لكم الدكتور ولا ما نصلحش، كنضحك معكم البنات. المهم كانت هذه هي الفيديو ديالنا، ان شاء الله نتمنى تعجبكم، تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم. ما تنساوش لايك وبارطاج وسبسكرايب، عندكم عندكم راني حاضيكم، انا كنضحك معكم البنات، مرحبا بكم عندي، والقلب يكون صافي وبالخواطر صافيه ان شاء الله. يلا تهلاو فراسكم، مع السلامه.